بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، مرة أخرى كنخرجوا على غفلة من الدار. شعارنا ما نخرجوش من الدار، نبقاو في الدار. ولكن أنا درت واحد الإطلالة باش نخرج، باش نعطيكم واحد الإفادة وربما تسعد الجميع، الكثير ديال الناس المغاربة والمسلمين في أي بلاصة في ما كانوا، وإن شاء الله غادي نساعدهم بواحد الطريقة اللي هي جميلة. كل راه كتوجد هاد الفاكهة، أو أنا غنسميها فاكهة، كتوجد عندنا بزاف في المغرب، وربما توجد حتى في برا، يعني موجودة بزاف، وإنما غير الأقاليم ديال الصحراء يعني يمكن ما متوجدش فيه. جميع عندنا في المدن يعني موجودة، في أي مدينة كنلقاها في الفيلات، وكنلقاها في البلايص اللي هي فحال مثلا الغابات، يعني البلايص الأماكن اللي كتوجد فيها الفاكهة أو الشجرة، يعني كلكم غادي تعرفوها. ويلاه معايا باش تعرفوها وتكتشفوها، ولاش كتصلح ولاش كتخدم. راه عندنا واحد يعني الأشجار في البلاد كيداويونا وحنا ما كنعرفوهمش، يعني فيهم الدواء، وعندنا النباتات الحمد لله، ولكن حنا ما كنعرفوهمش، ما كنبحثوش، ما كنجبدوش يعني البحث، نبحثو على الأشجار والنباتات اللي عندنا. راه عندنا كنز هنا في المغرب، ولكن ما كنعرفوش شنو هو هاد النباتات وهاد الأشجار، لاش كيخدمو، وما كنبحثوش. يعني خصنا نبحثو باش حنا نلقاو، يعني راه كاين الدواء عندنا، عندنا الدواء بزاف، عندنا النباتات كيداوي بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا ما كنبحثوش. دابا تجاهد الوباء عاد ولينا كنبحثو وكنجبدو البحث على الاشجار، وان شاء الله يا غادي بلا ما نطولوا عليكم، يعني ان شاء الله غادي نوري لكم يعني هاد الشجره، وغادي تكتشفوها معايا جميع. هذه هي الفاكهه او الشجره اللي كتعرفوها جميعا في المغرب، يعني كتعرفوها بواحد السميه، هي شجره الصرو، يعني راه موجوده هنا عندنا في المغرب، وبالفرنسي كتسمى سيبريس. هذه هي الشجره، وكدير يعني واحد الفاكهه قاصحه، راه كلكم كتعرفوها في المغرب، كلكم موجوده في المغرب. انا اي بلاصه تلقاها في المغرب، فين ما مشيت كنلقاها، ولكن ما كنعرفش اشنا هي الدور ديالها حتى دابا، فاش كاين هذا الفيروس هذا اللي هو صعيب، وان شاء الله غادي نتفاداو باذن الله سبحانه وتعالى. عاد عرفنا هاد الشجره لاش كتصلح، راه مفيده بزاف هاد الشجره. كنتمنى من الناس يعني اللي عندهم هاد الاشجار هذا يفيدوا بها الناس اخرين، ويعرفوها يبحثوا عليها، راه فيها ما يدار، راه فيها واحد العين، واحد الحاجه زوينه بزاف. ونخليكم باش تعرفوا على هاد التمرة اللي كدير هاد الشجرة ديال الصرو او السيبريس. نخليكم باش تشوفوها وتكتشفوها كي دايرة.
وهذه الشجره هذه يعني هنا فين كيدير الحسون، يعني طائر الحسون تيدير الاعشاش ديالو كيديرها في هذه الاشجار هذه، وكياكل هاد الثمرات يعني تياكلهم في وقت البرد. راه كلكم كتعرفوا وغادي تعرفوا، اللي ما عرفش يعرفش غيعرف علاش هاد الثمرات هادو تياكلهم الحسون حفاظا عن سلامته في وقت البرد بالنسبه للفيروسات ديال البرد. ولهذا غنطرقوا ان شاء الله علاش كيصلح هاد الثمرات، علاش كيصلحوا الانسان، شنو كيدير بهم الانسان، وغنطرقوا ان شاء الله شنو هو اللي غنديروا لهم، وان شاء الله غادي نطرقهم ونحيدوا شي حبات وغنوري لكم شنو غنديروا وان شاء الله. كما كتشوفوا حيدنا هاد الثمرات ديال حبات ديال الثمرات ديال السارو، يعني او ما يسمى بسيبريس بالفرنسي. هاد الثمرات يعني شنو كنصوبوا بهم، هادو كنصوبوا بهم الشاي. يعني هاد الطريقه الاولى، هاد الفيديو هذا غندير لكم غير علاش كيصلح، والفيديو الثاني ان شاء الله غنصوب لكم الشاي ديالها كيفاش كيتصاوب التقنيه ديالها. وان شاء الله راه هاد الثمرات هادو راه فيهم واحد الدواء خصوصا الناس اللي عندهم فيروسات ديال البرد، يعني بحال الحساسيه بحال السعال. يعني هاد الثمره هادي مضاده للسعال والفيروسات ديال الحساسيه، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه راه هادي مفيده بزاف. وغادي يشربها الصباح والعشيه، غيصوب منها الشاي. وان شاء الله الفيديو اخر غنصوب لكم الشاي ديالها وكيفاش كنديروا ليها باش نصوب بها الشاي بالعبار، ماشي غير كنجيو وكنديروا، يعني كنديروا بالعبار وكنديروا الشاي ديالها وكيتشرب في الصباح وفي العشيه. ولهذا هاد الثمره هادي راه مفيده جدا، كنلقاوها يعني غير كيلعبوا بها الدراري، وكتلاح بالزناقي وكتلاح في اي بلاصه، ولكن ما كنعرفوش حنا شنو هو الدور ديالها، شنو هي هاد الثمره ديال السارو. هاد الثمره ديال السارو مفيده جدا، مفيده بزاف حنا غير كنلعبوا بها، ولكن الحاجه او الماده اللي فيها راه مفيده للجسم، خصوصا الناس اللي عندهم الحساسيه وعندهم السعال. الكحبه راه مزيانه هذه ومضاده للفيروس، راه كتقوي المناعه ونستعملوها في هذه الظروف ديال الايام هذه، راه زوينه بزاف. وناخذوها بالعبار، ماشي غير ناخذوها باش تخدم في الجسم ديالنا، وبحثوا عليها باش تعرفوا شنو هي، علاش كنشربوها، وشنو هي شنو هو الدور ديالها في الجسم ديالنا وفي الصدر ديالنا، وخصوصا الناس اللي عندهم حساسيه اللي كيكحبوا دغيا كتجي الحساسيه، كيستعملوا الرابوز. هذه راه زوينه بزاف، هذه كنصوبوا بها الشاي اتاي. يعني كناخذوا نعطيكم الوصفه، وان شاء الله الفيديو الثاني غادي ان شاء الله غادي نصوب لكم الشاي وتشوفوا كيفاش كيدار. غادي نصوبوا غادي نهزوا 40 غرام، يعني ما يعادل 3 ديال الحبات مثلا، 3 ديال الحبات بحال ما هكا يساوي 40 غرام، يعني بحال ما هكا 3 ديال الحبات، يعني نعبروهم بالميزان 40 غرام، وكنحكوهم في واحد يعني ديك الماكينه تيتلقاو تنحكوهم، تناخذو غير الفوق ديالهم مثلا. وديك الساعة ان شاء الله الفيديو الثاني غنوري لكم كيفاش كيدارو وكيفاش كنديروا له الشاي. دابا غير غادي نعرفكم على هذا سميتو هذه النبتة هذه، وغادي تجيبوها فين ما كانت، راه كاينه موجودة في المغرب عندكم، وان شاء الله راه غادي ان شاء الله كما قلت لكم 40 غرام مع 100 غرام ديال الماء، وكطيب مثلا كما قلنا كطيب، ملي كيطيب يعني كنزيدوا عليه العسل وكنشربوا. وكنصح العيالات اللي حملات ما يستعملوش هاد الثمره ديال السارو
او سيبريس ما يستعملوش هاد ما يستعملوهاش نهائيا. وخليونا خليو تفرجوا بعدا اكتشفوا على هاد النبته هادي او على هاد الشجرات. السارو راه موجوده راه كاينه في المغرب بزاف بزاف. وخليونا ان شاء الله وانتظروا يعني كيفاش كتشرب هاد وكيفاش كنديروا ليها باش نصاوبوها ونصاوبوا بها الشاي. وان شاء الله ننتظروا ان شاء الله كيفاش غنصاوبوها ونضربوا لكم موعد ديالكم حتى نصاوبوا ان شاء الله الشاي ديالها. وشكرا للمتتبعين وما تنساوش يعني ديروا لايك وديروا لايك واشتركوا في هذه القناه هذه باش يوصل لكم اي جديد درناه. وشكرا لكم جميعا في اينما كنتم في العالم في جميع بقاع العالم. وشكرا لكم وانتظروا الجديد ديالنا. وشكرا.